أوكرانيا تقر أن دفاعاتها عاجزة عن صيد السريع القاتل. اعترفت كييف أن منظومات دفاعاتها الجوية ومن هايمرز الأمريكية فشلت في التصدي لصواريخ أونيكس الروسية الفرط صوتية. يشكل هذا الصاروخ أساس منظومة باستيون الروسية للصواريخ الساحلية، ويوصف بأنه سريع قاتل، وجرى تصميمه كصاروخ بحري مضاد للسفن والغواصات، لكنه خضع لعمليات تطوير متلاحقة، وبالتالي صار متعدد المهام قادرا على التعامل مع الأهداف البرية والبحرية، ويعرف في أسواق التصدير بالاسم التجاري يخوت. هو صاروخ كروز يمكن إطلاقه من السفن السطحية والغواصات ومن الناقلات الأرضية والجوية، وقد جهز برأس حربي يزن 250 كيلوغراما. يستطيع أونيكس التحليق في ارتفاعات عالية تجعل من الصعب اكتشافه وإسقاطه، وعند الاقتراب من الهدف يمكن أن يطير على ارتفاع منخفض يصل إلى 15 متراً فوق المياه لتدمير الأهداف البحرية المعادية، ويمكنه أن يدمر حاملة طائرات على مدى 600 كيلومتر. ويطير بسرعة تتجاوز 3000 كيلومتر في الساعة، وتمكن هذه السرعة من اختراق الشبكات الدفاعية التي تحمي الأساطيل من الهجوم الصاروخي، كما أنه مزود بنظام تحكم تكنولوجي متطور يسمح له بأن يكون غير مرئي للرادارات، ويتغلب على إجراءات التشويش والإعاقة في إطار الحرب الإلكترونية المضادة، كما أنه يعمل في أجواء نيران العدو ويضرب الأهداف بدقة كبيرة. وبدأت تلك المنظومة في توجيه ضربات إلى أهداف استراتيجية أوكرانية هامة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية.